عندنا بقى في الفقرة دي كلام كتير هنتكلمه في الكورة، وخصوصا طبعا عن منتخب مصر اللي هيخوض النهاردة إن شاء الله مباراة ودية قدام منتخب تنزانيا في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2024 اللي طبعا هتستضيفها كوت ديفوار في ابتداء من يوم 13 يناير إن شاء الله. هنفتح هذا الملف مع ضيفنا اللي منورنا الأستاذ كريم سعيد الناقد الرياضي. صباح الفل وكل سنة وأنت طيب. كل سنة طيب يا كريم. صباح الخير وصباح الخير يا نهوان. صباح الخير لكل جماهير الأهلي وكل جماهير الكورة في مصر وكل مصر. كل سنة طيبين، كل سنة طيب وأخواتنا المسيحيين بأعياد و سنة سعيدة إن شاء الله على مصر كلها وخير، وإن شاء الله تبقى أحسن من السنوات اللي ماضية. ويا رب تبقى سنة سعيدة على الكرة المصرية سواء على مستوى النادي الأهلي أو المنتخب. عايز أقول لك أنا هواندي السنة متفائل. يعني 2024 لا 2024 من السنوات مش تتكرر تاني، كم أحداث رياضية كتير قوي بصراحة سواء للأندية والمنتخبات، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يا رب نحقق فيها انجازات. خليني ابدا معاك كده، وطبعا احنا كنا مع بعض في ابو ظبي وتقابلنا هناك في الماتش طبعا من الزملاء اللي قابلتهم هناك. مباراه كانت حلوه وكان فيها شده كده في النص، بس الحمد لله يعني التتويج كان اكثر من رائع ومشينا مبسوطين، دي اهم حاجه. وكنت بتكلم مع كريم في اللقطه اللي انت تحس بجد لو بتحضر مباراه للنادي الاهلي انت في مصر في استاد القاهره، في اي دوله كانت هتحس جوه الاستاد ان انت في مصر من كم المصريين اللي بيبقوا متواجدين في كل، والاهلاويه طبعا يكونوا متواجدين في العالم كله. يعني لقطه كانت حلوه. طبعا. وبصي وعايز اقول لك كمان فكره امانه، احنا لما بنروح نلعب مبارياتنا في دوله الامارات والله بكل امانه انت بتحسي ان احنا رايحين استاد القاهره. صح. يعني الناس هناك بصراحه يعني التعامل والتنظيم في الامارات معانا بصراحه حاجة. فعلا يعني ناس من اجمل الناس بتتعاملي معاهم على المستوى الشخصي. دي حقيقه. وكمان بصراحه الدنيا هناك كمان عارفه حلاوه الماتش كمان. طبعا يعني كان في شد عصبي بس حلاوه الماتش ان هو ادى البطوله اثاره بعد اول يوم كان الدنيا كانت هاديه شويه. فامانه برضو فكره برضو ان انا بشوفها خطوه جيده اتحاد الكره المصري ان هو ينظم بطولات خارج مصر عشان المغتربين. يعني زي ما بتبص لها في بعض الناس تبدا تبص لها لا على فكره برضه ما هو برضه في مصريين عايزين يشوفوا لعيبتهم وعايزين يشوفوا فرقهم وعايزين يشوفوا انديتهم بيلعبوا هناك. واعتقد كمان بصراحه برضه عايز اشيد بالروح اللي كان عند الاربع فرق بصراحه، يعني كان التمثيل كان جيد بالنسبه للكره المصريه، وان الماتش الفاينل بصراحه كان واخد هذا الكم من الزخم والاثاره. بعيدا طبعا الحمد لله هي كان في ثاني، يعني عارفه الاهلي متقدم 2-0 هوب. ما ده اللي بقوله، يعني الواحد كان ضامن وقاعد مريح ومرتاح بس. صحيح. يعني بس ده كان نقله. الحمد لله الماتش انتهى نهايه سعيده بالظبط، يعني تليق باسم وتاريخ النادي الاهلي وكفيله باسعاد جمهوره. تعالى بقى نروح شويه عن المنتخب. نعم. واحنا بنتكلم على نسخه قويه جدا من امم افريقيا، وبنتكلم على منتخبات تقايل القاره كلهم موجودين. طيب. وبالذات كمان المنتخبات اللي بتحمل عده اسماء من اهم لاعبي الدول دي في دوريات اوروبيه مختلفه. نعم. فتوقعاتك ايه؟ شايف النسخه دي عامله ازاي؟ احنا فين من اللي حاصل في المنتخبات اللي هنقابلها ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ تمام. بص اكيد طبعا منذ تحول كاس الامم الافريقيه يعني الشكل الحالي اللي احنا شايفينه ببطوله من 24 منتخب هنا شكل البطوله بيختلف. طبعا هو بيسهل في وجهه نظري الشخصيه، بدا يسهل عليك شويه موضوع التاهل من دور المجموعات. خلاص دور المجموعات بقى الدنيا هاديه شويه، ما فيهاش نفس التنافسيه الشديده اللي كانت في نسخه ال 16 فريق او في نسخه ال 8 فريق زمان في التسعينات. طيب لكن برضه هي ليها شكل انعكاسي من حته ثانيه، ان انت بتبدا النوك اوت من دور 16 8 سيمي فاينل فاينل، فعشان توصل للفاينل انت بتلعب ثلاث مباريات. ثلاث مباريات بتوع النوك اوت دول بيبقوا ضغط عصبي طبعا شديد، زي ما شفنا مثلا البطوله الماضيه احنا في دور ال 16 لعبنا كوت ديفوار منتخب قوي جدا بسبب ايه؟ بسبب ان احنا طلعنا وصيف. فبالتالي ايه الدرس اللي نتعلمه؟ احنا لعبنا بطولتين 24، اول بطوله 19 عندنا هنا في مصر خرجنا من دور ال 16 من جنوب افريقيا كانت مفاجاه غريبه جدا. البطوله اللي بعديها قدرنا نتجاوز الامر وعدينا كوت ديفوار بركلات ترجيح، المغرب وقت اضافي، كاميرون ركلات ترجيح، وخسرنا من السنغال ساعتها ركلات ترجيح. فالدرس المهم ان انت لازم من دور المجموعات ما تبداش فول كاباسيتي، تبدا تاخد الموضوع ستيب. حتى يعني اسف لو اللعيبه نفسها متحمسين لاخر درجه لازم المدير الفني والجهاز الفني يبطئ. هنلعب تدريجي مش هنطلع فول باور زي اللي طلع بالعربيه. ما تطلعش جاري. لا اطلع واحده واحده. ليه؟ انك هتيجي وتاني تارجت انك تطلع متصدر.